مسؤولين عن الرسومات او اللي تم التعاقد عليها في 6 اكتوبر عشان نفهم بالظبط ايه اللي معمول ونسرع الريتم بقى جدا ان شاء الله. توعد جماهير نادي الزمالك بالتجديد لفتوح. احنا دلوقتي بقينا عندنا الاحقيه ان احنا نقعد معاه بالظبط. الاول احنا كنا بره. هو لما هيلاقي مجلس مستقر لاربع سنين اعتقد الامور هتبقى هو ضامن حقوقه والامور هتهدى شويه ويقرب مننا حبه نقرب منه حبه وربنا يكتب. هل هيكون في تغيير في الجهاز الفني خلال الفتره الجايه؟ السيريو هيكون في. احنا ما بناخدش القرارات كده. لازم ندرس الراجل ده استلم الفرقه كانت عامله ازاي؟ وصلها لفين؟ حقق طموحات الجمهور؟ مش متعاون مع لاجئ. في عوامل كتيره جدا احنا بنشتغل عمل احترافي مش مجرد يلا بينا نشيله لا يلا نجيب باب. لا لازم القرارات هتتاخد وعندنا ناس بتوع كوره فان شاء الله هيكون لهم نظره وقرار كبير في الموضوع ده. الليدر التحرك اللي فات رد اولا احنا لسه قدامنا شويه لسه تقريبا شهرين عشان انت مش هتفتح القيد مثلا دلوقتي وما تشتريش لعيبه دلوقتي بالظبط فممكن على يناير ان شاء الله بالظبط. طيب غرامه كهرباء اخر سؤال. غرامه كهرباء هيتم تقسيطها؟ هيتم تقسيطها بالله عليك. هيتم تقسيطها؟ نازل عنها بالله عليك ده حق لان احنا اللي تعبانين. ده حق تعبانين والله. ده حق الجماهير بس يعني اهم حاجه.